ما اقدرش اعيش بره مصر، مصر ام الدنيا، مهما كانت الظروف اللي بتمر بيها مصر ما اقدرش استغنى عن مصر وارض مصر. اكيد هرجع بلدي تاني. حسب الاحوال، لو لقيت نفسي مرتاح هناك تنقل في بره مصر. لا، اللي هشتغل او لو انا سافرت عشان مثلا دراسه او حاجه، اوكي هكمل دراستي وارجع بلدي، ما اقدرش اعيش بره مصر بصراحه، صعب. والله بلدنا على قد ما فيها مشاكل كتيره وبتاع، انا بس احنا النوبيين بنحب مصر، عشان احنا اساس مصر النوبيين. لا، هفضل عايش بره بصراحه. وامشي من بلدي ليه؟ انا بحب مصر. لو جت فرصه طبعا كويسه ان الواحد يسافر بره مصر هيسافر اكيد ان شاء الله. ترجع تاني؟ لا اكيد هترجع عشان اهلك يعني. لا، افضل جوه مصر احسن، اصل ما يعرفش هو راجل في بلده، ما يعرفش هو راجل في اي حته تاني. لا، هرجع تاني. لا، برضه هسيب مصر هعيش بره مصر. هتعيش مصر؟ طب ليه ما ترجعش تاني؟ طيب انا هنبقى صراحه، صح، احنا كلنا شباب وصغيرين، قولي لي حاجه تخليني اعيش في البلد. اهلك مثلا؟ اهلي انا هاخدهم بره. اهلي انا خايف على اهلي، ان انا عايز اعلمهم كويس على اولادي، عايز ان انا اعيش عيشه نظيفه، اشوف حواليا الناس تحترمني في الشارع، الناس تحترمني في الشارع. بس لكن هل ده موجود في مصر؟ انا مش كاره مصر، انا بحب مصر، انا خدمت في مصر وطلعت اتعلمت في مصر، لكن ايه اللي يخليني ارتبط بالبلد؟ هاتي لي حاجه. ان الكبار، انا لو هنتكلم بصراحه، الكبار الناس اللي سرقتنا والناس اللي قتلتنا مفيش جديد.